طبعا بعد الكلام بتاع اساتذتنا يعني كلامي هيبقى ضعيف جدا. واحده من المودالتيز للدايجنوزس اللي هو البالون اكسبالشن تيست، وده تيست يعني سهل خالص. هو اللي بيحصل ان احنا بندخل العين بيبقى في الاول نايم على السباين بوزيشن او اللاترال بوزيشن، وبندخل بالون حوالي 4 سنتي وبتتملي ب 50 سنتي او 4 مول ووتر، وبنقول للبيشن خلاص اقعد في وضع الديفيكيشن، ويبتدي نازل البالون وابتدي اشغل له ستوب ووتش. لو هو انيشال طبعا دايجنوز، يعني لو هو اتاخر عن 1 مينت ان هو يكسبلس البالون، فكده ده هنسسبكت ان يبقى في ديسنرجي. التست ده فيه برضو يعني في ميزه ان هو ممكن يحسسنا ان ممكن يبقى فيه هايبوسنس في الريكتم للارج تو ديفيكيشن. الام ار اي ديفوجرافي طبعا دكتوره فاطمه دكتوره جان شرحته كويس. التريتمنت زي ما قال دكتور حسب النبي هو مينلي نون سيرجيكال تريتمنت، سيرجيكال ليه رول خفيف. التريتمنت ستاندرد تريتمنت عندنا طبعا هنقول التنبيهات بتاعتنا اللي بنقولها لكل عيان الكونستيبيشن. العيان محتاج ياخد فايبرز كويس، ياخد فلويد انتيك، ريجولر اكسرسايز، يعني قالوا على الاقل ساعتين ونص ويكلي، وهم موافقين على الووكينج بس. حتى التايم التويلت، العيان مش لما يجي له احساس ان هو يخش الحمام يخش، لا ده هو لازم يعمل سكادول للتويلت بتاعه على الاقل مرتين في اليوم، والافضل بيبقى 30 minutes after meals، وما يزودش في السترين اكتر من 5 دقائق عشان ما يحصلش اكسوجن وما يقدرش يكمل التريننج، لان ده هيبقى جزء من التريننج بتاعه بعد كده في البيت بعد الباي فيد. الاجانب بنسميها الفوت ستول، احنا بنسميها كرسي حمام. نخليه يعني يحط كرسي حمام قدامه عشان يعمل ريلاكسيشن للبيوبوريكتالس ماسل. الفارماكولوجيكال ابروتش دي كلنا عارفينها، والعين اساسا بيبقى جاي واخدها، بياخد البالك لاكسيتيف والاوزموتيك والحاجات الجديده زي اللايبوبروستون والبروكوبرايد والحاجات اللي زي كده. لكن الجولد ستاندر او المين ستاي للتريتمنت البايو فيدباك، باختصار كده هنقول السمبل بايو فيدباك، لان دلوقتي في ثيرابيوتيك او يعني بيبقى معاه ريهابليتيشن كمان بايو فيدباك. الفكره كلها ان انا بوري العيان انت بتعمل ايه، انت يعني انت مشكلتك فين والاناتومي بتاعك شكله ازاي، وافرجه على سكرين ايه اللي بيحصل معاه في السبازم والريلاكسيشن. البايو فيدباك الفكره بتاعته ان هو اوبريتنج كونديشننج تكنيك، بيشوف وهياخد ريزلت من اللي بيعمله. وهو المفروض ان هو الجول بتاعه الكوريكت، وبينظم الانكوردينيشن ما بين البلفيك فلور والابدومينال ماسل والانر سفنكتر. الافيكاسي في كذا ليتريتشر حوالي من 70 ل 80% من الكيس، وفي لونج تيرم افيكاسي اب تو 2 ييرز. العيان بيحتاج من 4 لـ 6 سيشنز، السيشن الواحده بياخد ساعه كامله و ابارت اباوت 2 ويكس، وطبعا بيرجع البيت ينفذ يجرب مره ثاني، وده اهم حاجه ان هو يرجع ينفذ اللي اتعلمه في السيشنز. هو تريننج وكونديشنال تريننج بيبقى شايف يعني نسبه مش قليله من العيانين دول بيبقوا اطفال، البوتي تريننج بتاعهم بيبقى مش مظبوط، فهي بتتعمل كمان للاطفال، بيبقى حتى يعني ايه عامل لهم يعني انا حضرت فيديو بيبقى مثلا في زي يعني احنا مثلا اللي عايزين نوصل له يبقى المنظر، انا مش معايا بوينتر. الفكره كلها ان يعني هو عايز يوصل ان الانترا ريكتال بريشر من الانترا ابدومينال بريشر يبقى بالمنظر ده بوقت كويس قوي، التايم بتاعه كده تمام. قبل مثلا البايو فيدباك بيبقى البيرنج داون بتاعه ضعيف، اقل من 60 مثلا لو قلنا الرقم، والوقت قليل. بعد البايو فيدباك المفروض ان هو بيعلمه ان هو يزود التايم. طب نيجي هنا عند الانال سنسور او الانال سفنكتر، بيبقى فيه سباز، لا بعديها بيبقى فيه زي ايه ريلاكسيشن. بيعملوها للاطفال لان هي بتبقى يعني بتحصل كتير مع الاطفال، البودي تريننج بتاعهم بيبقى فيه مشكله،
بيعملوا مثلا سمكه المفروض ان هي الجول بتاعها ان هي تاكل كوينز مثلا في الحته دي، فبيبتدي بقى يزود البريشر بالطريقه دي، او الكوينز بتاعته تبقى هنا فيبتدي يعمل ريلاكسيشن بالطريقه دي، لان هي بتحصل كتير مع الاطفال. الاي سي جي كانت منزله كذا ستادي راندومايزد كلينيكال ترايلز، طبعا طلع البايو فيدباك سوبيريور على حاجات كتير، على الدراجز وعلى السيرجري وعلى حاجات كتير. السكسس ريت مفروض الافيكاسي بتاعه من 70 ل 80% من الحالات، تمام. وبيقولوا اللونج تيرم يعني افيكاسي اب تو 2 ييرز، بس العين بيبقى يعني بيعمل ترين كمان في البيت. السبس بتاعت البايو فيدباك مهم جدا، يبقى العيان مع نبتدي نعمله education، نفهمه الاناتومي بتاعه شكله ازاي عشان يفهم ايه اللي هيحصل، تمام. ايه المرض اللي عنده، الديسنرجيزم اللي عنده، والجريدينت الدرجه بتاعته في الديسنرجيزم وصلت لفين. نبتدي بعد كده نبتدي نشرح له الكوريكت تويليت بوزيشن، ازاي محتاج اللي هو الفود ستول مانوفر، او ازاي يعمل زي ليننج او ليننج فورورد اثناء الديفيكيشن واثناء الستريتنينج اوف ذا باك علشان يقدر يعمل ريلاكسيشن كويس للبيوبريكتالس. بعد كده هعلمه ازاي يعمل ابدومينال بريسنج عشان ازود الانترا ابدومينال بريشر. الخطوه اللي بعد كده ببتدي ادخله المانومتري بيست بايو فيدباك، بدخله المانومتري اللي موجود في البايو فيدباك، لان بايو فيدباك جواه مانومتري، وابتدي اشرح له انت وصلت لحد فين في الانترا ابدومينال بريشر، وبعد كده اشرح له السبازم بتاعه وصل لفين، وهو بيبقى قدامه السكرين ايه اللي حصل معاه في الوقت ده. بيبتدي نعمل له كونديشنر ونوريه هو فين دلوقتي، ولما بيعمل يعني بيعمل الجود جوب بتاعه بيبقى مرسوم ازاي، وبيفهم ازاي على سكرين الفيدباك بتاعه او الكونديشننج اللي حصل معاه. في بعد كده في نفس السيشنز بيعمل حاجه بالون اكسبالشن تريننج، ببتدي املى البالون وابتدي يحاول يكسبلس وعشان يحس بالديفيكيشن. ممكن في عيانين اللي بيبقى حصل معاها هايبوسنس للريكتم من مش بيقدر يحس الارج سنسيشن عشان يعمل ديفيكيشن، ببتدي مثلا اقول له انا هملى لك البالونه مثلا 50 سي سي، حسيت يقولك لا لسه ما حسيتش، وابتدي ازودها شويه لحد ما يحس. بعد كده ابتدي اعمل له تريننج ان هو يعمل ديفيكيشن على سنسيشنز اقل. واحده من الموديل الثاني البوتولين توكسينز، المفروض ان هو بيحقن البوتولين توكسين في الانال سفنكتر او في الانال سفنكتر ماسلز والبيوبروبتالس، بس بيقولوا ان يعني السبورت ليها بور في الادلت، ونص الحالات يعني هم بس اللي بيرسبونس ونص تاني مش رسبونس، بس بيقولوا زي ما قال دكتور حسب النبي هي يعني يوسفل في الاطفال خالص. الرول اوف سيرجري زي ما قال دكتور حسب النبي ان هو مينيمال، وبيستخدمه اكوردنج للجايد لاينز مع الفول ريكتال برولابس بس. التيك هوب مسجز ديفيكيشن ديسنيرجيا از ا بارادوكسال انال كونتراكشن دورينج اتمبت اوف ديفيكيشن، الديفيكيشن ديسنرجيزم تقريبا 25% من الحالات اوف كونستيبيشن، وكونستيبيشن تقريبا دي 15% من البوبوليشن، فيعني عدد مش قليل. الديجيتال ريكتال اكزامينيشن از امانداتوري فور انيشال ايفالويشن للكونستيبيشن، والسنسيتيفيتي بتاعته عاليه 75% والسنسيتيفيتي 87%. الانو ريكتال مانومتري والبالون اكسبالشن تيست والام ار اي ديفوجرافي ار يوز فور دايجنوزس. الانو ريكتال بايو فيدباك از ا مين ستي فور تريتمنت اوف ديفيكيشن ديسنيشن. اند ثانك يو.